عملت ما هي هي, هي 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 دي الاساس احنا اتعلمناها وبتنمى الموهبه بالفطره. محدش بيقول لك انت اللي بترقص وانت اللي بتمسك الكره وانت اللي بتترمي بالفطره وبعد كده بتثقل لما تروح نادي. طب لما كان الاستاد هنا بيكون مليان ماتشات المنصوره وكان اي فرقه تيجي هنا بتعمل الف حساب لفرقه المنصوره, الهتاف بقى بتاع هتاف الجمهور كان بيحبه كابتن سطوحي من جمهور المنصوره كان ايه؟ كنا بنخاف. انتوا بتخافوا ولا الفرق اللي جايه الثانيه هي اللي خايفه من المنصوره؟ عارف انت اما تيجي تقابل مثلا حد الجمهور ده يعتبر شخصيه عاليه رفيعه عاليه الهبه, الجمهور له هبه, فكنا بنخاف واحنا نازلين ونطلب من ربنا انه يوفقنا. كنا بنحافظ على نفسنا وعلى صحتنا وعلى التدريب, وكنا الالفه احنا كجيل كلنا من بلد واحده ومن مكان واحد وقريبين فكريا, ومعظمنا كنا في يعني انا وسعد صليت والناس دي كلها كنا ساكنين جنب بعض, فكنا فكنا بنخاف هبه الجمهور, وكنا بنبقى مركزين لدرجه ان مستر كوتي لما جم مره قالوا له انت لو سبت النادي الاهلي تمرن مين؟ قال لهم المنصوره. ده هيدي كوتي مستر كوتي قال لهم المنصوره. ليه؟ قال لك كل عناصر عندي مظبوطه, عندي اعمار سنيه صغيره, عندي نادي جماهيري مش شركات, عندي مواهب في كل واحد موهبه في المكان اللي هو بيلعب فيه, الباك باك والهاف هاف والمهاجم مهاجم والحارس حارس, فلو سبت النادي الاهلي امسك نادي المنصوره. كانت امنيه لاي حد متفاهم انه يمسك, لان عناصر موهوبه. يعني انا كابتن شربيني الله يديله الصحه من المدربين المؤثرين اللي عملوا نتائج. حقيقه كان هو المدير الفني وقت الجيل الذهبي للمنصوره. انا عايز اخدك تحت الثلاث خشبات عشان افكرك او تفكرني احلى صده واحنا واقفين هنا. انت هترجعني واحنا واقفين هنا يا كابتن سطوحي في صوره. وانت واقف هنا بقى, تعالى كده معايا في صوره. لا ماشي, وبص كده تحت الثلاث خشبات في صوره. احلى صده تفتكرها في تاريخك وفي حياتك في الملعب التاريخي هنا يا استاذ المنصوره. هي متصوره اربع باراجرافات ورا بعض. صوره وانا واقف, بس كنت واقف قدام شويه. ايوه, والكره جايه بالطول, فحسن شحاته جرى من الباكات لف بوشه, بقى وشه ليا منصوره والزمالك. منصوره والزمالك فلف بوشه وبقى وش له. فهي عنده من الموهبه ومن الذكاء طبعا, كان لعيب كبير. وهي مرفوعه بقت قدامه, يعني هو شايفها متابعها بعينه وهو بيجري وشه ليا. فقام شايطها, فانا اخدت خطوه وطرت اشيلها. اتلقط لي اربع صور وانا عامل كده وانا شايلها وانا طاير, وقمت نازل على الارض. الصوره دي موجوده في باراجراف ربنا يسألها هتشوفها, وهتعلق الكلام ده على الصوره دي. دي كله جالي بيقول لي طب انا اعمل لك ايه؟ يعني انا عملت اصعب حاجه ممكن. انت ازاي؟ هو نفسه حتى لو يسعى يعني حسن شحاته بيقول لي طب قوم انا اعمل لك ايه؟ انا اعمل لك ايه بقى في دي؟ حسستني ان انا عملت شيء طيب والحمد لله ربنا وفقني. طب عايز افكرك برضه بحاجه حلوه. تعلم وانت بتتكلمنا عن الستايل والطيله والحاجات الحلوه, كان الشعر زمان كلنا وليك الصور الحلوه بقى كلنا وانت مربي الشعر والستايل. لا لا لا, لو لنا نصيب اتفرجت على صور هنشوف دلوقتي الصور الحلوه, هتلاقي الجيل كله كان الشعر, وكان تبقى عيب قوي لو في واحد فينا في الملعب بقرع او شعره قصير زينا كده دلوقتي. لا كان تبقى عيب. لا كان كل كان السمه بتاع زمان. كانت سمه من سمات الجيل ده. انه حتى كابتن شطه, حتى كابتن محمود الخطيب مره بيقول لي شطه انا بدور على قلم عشان اعمل اوتوجراف. قال لي ايه؟ قام حاطط ايده في شعره وقام طلع كابتن شطه. كابتن شطه طلع قلم من شعره واداه لكابتن محمود قال له خد امضي الاوتوجراف. واحد بيقول لي كابتن محمود امضيني, فقال له ما معيش قلم. قام قال له القلم اهو, كان عينه في بتاع لانه كان في كليه هندسه. مين اللي كان دمه خفيف في الجيل بتاعكم؟ انت قلت الاسماء. كابتن مصطفى ده كان لما كنتوا في منتخب مصر. يا خبر على مصطفى. طب ما تحكي لنا كابتن مصطفى في السفريات وفي المعسكرات كان دمه خفيف. لا 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 لا, لا مصطفى عبده ده كنا نقعد في الباص واحنا رايحين التمرين. كوميديا. كوميديا ربانيه, يعني يضحكك على واحنا مغلوبين الامر, جاي من الاقاليم من المنصوره او جاي من المحله او جاي من الشرقيه او جاي اللي هم لعيبه الاقاليم. بيبقى النطق كان بيبقى قليل. احنا نضحك بس, لكن ما نعرفش نعلق ولا نعرف نهزر ولا نعرف بتاع. طب مع ثابت البطل واكرامي لا لا انت كنت موجود في منتخب مصر. لا لا لا.